وننتقل للسؤال الأول الموجه إلى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وموضوعه النهوض بالموانئ المغربية. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الحركي، تفضل. شكرا سيد الرئيس، السادة والسيدات الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. بالرغم من الموقع الاستراتيجي للمغرب، لا زال مبادلته التجارية مع العديد من الدول سواء الإفريقية أو الأوروبية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، بحيث لا زال الضغط على الموانئ التقليدية كميناء دار بيضاء وميناء طنجة. وعليه نسائلكم سيد الوزير تنويرا للرأي العام الوطني وللمهنيين، ما هي مستجدات استراتيجية الحكومة في مجال اللوجستيك الخاص بالموانئ في أفق السنوات المقبلة؟ شكرا. كلمة لكم سيد الوزير للجواب. الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم على طرح السؤال اللي بالفعل يتناول الموضوع من الأهمية بمكان، باعتبار أنه اليوم الاستراتيجية المينائية في الأفق ديال 2035 هي استراتيجية طموحة وتريد أن يعود المغرب إلى موقعه الريادي في المجال البحري. تعلم أيضا على أنه اليوم واحد 38 ميناء اللي عندنا، واحد 13 منهم مفتوحين للتجارة الخارجية، 6 ديال الصيد بالإضافة إلى الآخر، لكن اليوم 120 مليون طن اللي تنشتغلوا عليها في إطار الرواج هي مقسمة، ما كاينش ضغط بالصيغة القديمة اللي هو الدار البيضاء طنجة المتوسط، لأنه الدار البيضاء خلال 10 سنوات الأخيرة انتقلنا من 26 مليون طن إلى حدود 27 خلال 10 سنوات، بمعنى بينما محل الجرف الأصفر اليوم 100% ديال الزيادة خلال هذه 10 سنوات، أكادير اليوم اللي ولات تدير 5 مليون طن إلى آخره، بمعنى أنه ما كاينش ضغط على فقط طنجة المتوسط والدار البيضاء. اليوم الاستراتيجية المينائية بالفعل الأفق ديالها قلت 2035 وفيها 60 مليار درهم على أساس أنه نمشيو للبنية التحتية ثم أننا ننطلقوا للخدمات وننوعوا على أساس أنه بالفعل ما يبقاش المغرب حبيس نقل البضائع لمؤسسات دولية ولشركات أجنبية. اليوم المشاريع اللي هي في إطار التنمية المستدامة هي أيضا مهمة، باعتبار أنه المغرب اليوم في إطار التنويع الجغرافي للموانئ المغربية. كما تعلمون طنجة غرب الناظور، غرب الغرب الناظور ويست، الجرف الأصفر اللي غيمشي لنا الموارد اللي هي موارد غازية وخاصة الجاني الغاز الطبيعي، الداخلة على أساس أنه يكون الانفتاح ديالنا المستقبلي على أفريقيا ومن ثم إلى دول أخرى، وبالتالي هذا التنويع على المرافق الرئيسية ديال المملكة غادي يسمح على أنه بالفعل اليوم في إطار الاستراتيجية أنه ما يبقاش جزء من الضغط كما تفضلتوا به وتكلمتوا على الدار البيضاء وطنجة المتوسط، بالإضافة إلى المشروع ديال القنيطرة. هذه ثلاثة المشاريع الكبرى دابا اللي عندنا، بالإضافة إلى المشروع ديال القنيطرة اللي من المفترض أنه 2019 2020 21 على حسب الجرف الأصفر وأيضا الدخلة وقتاش غنبداو. شكرا سيد الرئيس. في إطار التعقيب الكلمة لكم فريق الحركة. شكرا سيد الرئيس، كنشكرك سيد الوزير على المعطيات وكنشكر الحكومة على الأهمية بمكان، لأن عندنا تقريبا 3500 كيلومتر على تحت الشواطئ، ولهذا البحر ديالنا كيعطينا باش نزيدوا نقويوا هذه الموانئ، وخاصة أن تندوي السيد الوزير على واحد الميناء اللي ما ذكرتيش ما جاش على سميتو، هو ميناء آسفي. ميناء آسفي اللي كنا الساكنة كتقول بأن كنا ناويين باش يكون يستقبل في 2018. للاسف تيبان لينا راه واخد 2020 وربما مازال ما غاديش يكون لينا. غتنورنا السيد الوزير، لان المحطه الحراريه اللي هي كنا ناويين الميناء اللي غادي يخدم هذه المحطه الحراريه، وربما المحطه الحراريه راه ولا هذاك الفحم النظيف ولا الشاربوره ولا تيمر من وسط المدينه وبالشاحنات، اذا كاين مشاكل في الأساكنة اسف. كذلك السيد الوزير، حنا في الاعتمادات اللي جات في الميزانيه كان فيها واحد العدد واحد الاعتمادات مهمه خاص بالموانئ، ومنهم منهم الميناء ديال مدينه اسفيل القديمه. وين تنورونا السيد الوزير واش هذا الميناء غادي يخرج منه هذوك المعادن اللي هي فيه الفوسفات والبيروتين، واحد العدد ديال المعادن اللي هي كتاثر على الميناء الصيد. وكذلك حنا هذاك الميناء ساكنه اسفي وساكنه الجهه كلها بغات تخلق منه واحد الميناء سياحي،
بامتياز، لان السياحه ماتت في اسفي، ولهذا الى خدم هذاك الميناء الجديد. وينكم السيد الوزير تسرعوا لنا به، لان الا بقى هذوك الشاحنات كيمروا من وسط الساكنه راه غادي تدمر الوقت. باش ولهذا السيد الوزير حنا بغيناكم تعطوا واحد اهميه كبيره لهذا الميناء ديال اسفي، بغينا يكون حتى هو من الموانئ الكبرى، ماشي غير باش حتى الناس الساكنه ديال الجهه. راكي الناس ديال مراكش واحد العدد ديال المعامل في مراكش في النواحي تيمشيو لطنجة المتوسط ولا الدار البيضاء باش ينقلوا السلعه ديالهم. ولهذا الله يجزيكم بخير، بغيناكم تعطوا اهميه. كذلك السيد الوزير مادام انتم كتشرفوا على هذا القطاع، الطريق المؤديه من اسفي حتى لهذا الميناء والمحطه الحراريه راه واحد الطريق يورث راسي. هاد الناس اللي شادين هاد المشاريع بالملايير ديال الدراهم على الاقل ينقيو هذيك الطريق ويقادوها الى شكرا السيد المستشار. السيد الوزير في اطار ما تبقى لكم من الوقت في حدود ثواني تفضل. شكرا السيد الرئيس. هو بالفعل السيد المستشار مشكورا تفضل بالحديث على الميناء ديال اسفي، وليس نسيانا لكن غير مادام انت تذكرتيه بهذا الايجابيه، نقول لك بانه بالفعل وزاره توليه من الاهميه القصوى، وخاصة انه في المجلس الحكومي الاخير دوزنا في المجلس الحكومي واحد النص قانوني على اساس انه ذاك اللي كانوا مكلفين بالاعداد بمعنى بالاشراف على الميناء نظرا لانه وقع فيه واحد التاخر، عاود درنا ليكيب اللي غادي تاخذ هاد الثلاث سنوات المقبله على اساس اننا نسرع، ودرنا واحد ليكيب ديدي واحد المؤسسه خاصه باش هي تسرع العمليه ديال الانجاز النهائي ديال اسفي. وتتعرفوا ايضا شكرا السيد الوزير. السؤال الثاني موضوعه الحائط الوقائي لطرق السيار بالمغرب، الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم السؤال، تفضل. شكرا سيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدة والسادة المستشارين المحترمون، سيد وزير المحترم. من بين المخاطر التي يتعرض لها المواطنون السائقون المستعملون لطرق السيارة بالمغرب، أهمها وأخطرها غياب الحائط الوقائي للطرق السيارة مما يسمح بمرور الحيوانات والإنسان، مما يعرض الحياة إلى الخطر. ماذا ستفعلون لمواجهة هذا الخطر سيد وزير؟ شكرا. الكلمة لكم سيد الوزير للإجابة. سيد الرئيس شكرا. سيد المستشار المحترم، بالفعل هذا من المواضيع اللي يمكن نقولوا نأسف لها، وأنه في مغرب 2017 بالفعل بقدر ما نتقدم في سككنا الحديدية، بقدر ما عندنا اليوم القطار فائق السرعة، بقدر ما اجتهدت البلاد ديالنا باش نديروا طرق سيارة 1800 كيلومتر، بقدر ما لا زالت بعض الممارسات اللي هي ممارسات من قبيل أنه بالفعل واحد العديد من الحيوانات اليوم لا زالت تقطع هذا الطريق السيار. فتعلم السيد المستشار المحترم على أنه فيما يتعلق بما هو واقي الطرق السيارة تدير حواجز، وفي البداية كانت تدير حواجز اللي هي من الأسلاك، لكن نظرا لتلفها السريع وللتدخل البشري في إتلافها المقصود، هي اليوم عندها برنامج ديال أن تقوم بواحد العديد ديال الحواجز الإسمنتية من الخرسانة، وخاصة في المواقع ديال التجمعات السكنية. واليوم البرنامج هو برنامج اللي انطلقت فيه، وتقريبا نقدر نقول لك واحد 10% ديال الطرق راه فيها هذه الحواجز. وإلا جيتي غير في هذه ديال الشمال مثلا ستلاحظ وأساسا على اليمين من تتوجه ولا على اليسار أنه كاين حواجز اللي هي إسمنتية، ولكن الإشكال لا زال قائما رغم المراقبة 24 ساعة على 24 ساعة الفرق اللي عند الطرق السيارة، هذا الموضوع لا زال قائما. نحن نفكر في شي طريقة من الطرق بالفعل اللي يمكن تحمي طريق السيار من دخول مثل هذه الحيوانات، وتتعرفوا أنه لما تكون الموقع ديال طريق السيار تيمر بفضاءات تجمعات سكنية هذا الإشكال تيبقى مطروح. البلدان الأوروبية التي سبقتنا في هذا المجال تعلمون السيد المستشار أنه بالفعل ما في إطار التجزئات ديالها سواء العمرانية ولا في التهيئة ديال طرق السيارة أخذت منحى آخر، وهو الابتعاد كلية وخاصة في الطرق السيارة الكبرى على الأماكن ديال التجمعات البشرية. وهذا كان يمكن من الإيجابيات اللي احنا اليوم نبحث على مثل هذه المخرجات باش نلقاو الجواب لهذا السؤال اللي تيبقى مطروح بحده. شكرا.
شكرا، الكلمة لكم سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أولا بغيت نشكركم سيد الوزير على الصراحة، يعني المسألة كاينة، ولكن كذلك بغينا حتى حنايا أولا نهنيكم كذلك حول هذا الإنجاز الكبير، ربطنا الشرق والشمال والجنوب بطرق سرادة، إنجاز كبير تستحقنا الشكر. وبغينا كذلك هذا الإنجاز ديالنا يكون فيه معايير دولية، فيه معايير دولية، لأن كنشوفوا طرق السيارة كاينة مزيان، ولكن كاين شوية ديال الخصائص فيما يخص الصيانة، لا الحائط ولا بحث الاستراحة ولا واحد العدد ديال الامور اللي خاصه. وبينكم ديروا مجهود سيد الوزير، مجهود اضافي باش نقلصوا واحد العدد ديال الحوادث اللي كنلقاو الماشيه يعني والمواطنين، خاص كذلك القناطير للمواطنين، لابد باش نربطوا الدواوير او المناطق اللي فيها كثافه السكان وما عندهمش قناطير، ديروا واحد المجهود اضافي باش يمكن نحميو هاد الطرق السيره من بعض الحوادث اللي هي حوادث يعني ما تستحقش باش تكون حوادث بهذا الشكل في طرق السيره. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. شكرا. في اطار رد على التعقيب اذا كان عندكم. شكر السيد المستشار على المقترحات والنقائص اللي كاينه، نعمل الحقيقه على ان نتجاوزها. اليوم يمكن نقولوا ان الطريق السيار هو من حيث السلامه الطرقيه هو ثلاثه اضعاف الطريق الوطنيه، وهذا بالفعل شيء ايجابي. البرنامج التوقعي المستقبلي في هذا المجال بالفعل في اطار تمديد الخطوط وربط مزيد من الاقاليم والجهات بالطرق السيارة نحن نشتغل عليه. هذا الامر المرتبط بالباحات في افق السنتين المقبلتين غيكون واحد طلب للعروض على اساس اننا نفتحوا على باحات في الاماكن الضروريه على القطاع الخاص. الامر الاخر اللي هو مرتبط بالعبور، سواء كانت قناطر فوقيه او تحتيه، عندنا برنامج سنوي الذي نشتغل عليه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. السؤال الثالث موضوعه تأهيل ميناء سيدي إفني. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاشتراكي لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين. السيد الوزير المحترم كتعرفوا بأنه هاد الميناء ديال سيدي إفني وطنطان يشكلون يعني ركيزة معول عليها من أجل الإقلاع التنموي بجهة قلميم وادمن. كنسمعوا الحكومة وكنسمعوا الأجوبة ديالكم، ولاش أن كل جهة تقريبا حضوا بحدهم في الموانئ الكبيرة إلا جهة قلميم وادنون ما حضتش بالحظ ديالها، وخصوصا هذا الميناءين اللي كاين لا طنطان ولا إفني، خاصة سيدي إفني اللي هو عقود من الزمان. ما عرفناش واش وقع في هذا الميناء السيد الوزير، شركة مشات، شركة وقفات، شركة تسخت مع سقة، شركة غادية، بغينا نفهموا شنو وقع في هذا الميناء ديال سيدي إفني والمشاكل اللي كيعرف، وكلكم متبعين شنو المشاكل اللي فيه. كذلك الميناء الترفيهي اللي تعطاتو الانطلاقة وما دارش سنوات هذه، شنو المشكل اللي معول على هذه النقطة هذه أنها تهز من الاقتصاد التنموي والاقتصادي والسياحي ديال المنطقة. شكرا سيدي الوزير، بغينا نسمعوا المعطيات في هذا المجال. السيد الوزير الكلمة لكم. السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار المحترم، أتقاسم معك التقديم اللي تفضلت به على أهمية هذا الميناء في الأقاليم الجنوبية سواء ديال طنطان ولا أيضا ديال سيدي إفني. ومنذ البداية ديال الميناء في 89 ديال التأسيس وأيضا الإصلاحات اللي تمت في بعد 10 سنوات 99 2000، كان بالفعل عندها وقع إيجابي. واليوم الحركية، نقدر نقول لك على أنه الحركية والرواج هي حركية مهمة داخل الميناء ديال سيدي إفني. تنتكلموا على بين 12000 حتى 20000 طن ديال الأسماك ديال التفريغ اللي تيكونوا سنويا، بمعنى واحد معدل السنة المتوسطة ديال 50 طن يوميا، وهذا تيسمح بأنه بالفعل يكون واحد الرواج اللي هو جد إيجابي في المنطقة. اليوم عندنا إنجازات ما غاديش نسردها عليك، كل ما تم خلال 2010-2016 هي الحوض الرافعة السفن، إصلاح السفن، تهيئة المسالك، التشوير إلى آخره. لكن اللي يهم هو ربما السيد المستشار بغيت تعرف هو أنه عندنا إشكال حقيقي اليوم في التيارات البحرية، وأنت تتعرف هذا الشيء، والجرف ديال الرمال اللي تيتطلب من انه كاين واحد التكلفه ولا الجرف تقريبا ديال 15% الذي ما يتم جرفه على صعيد الموانئ المغربيه كلها ديال الرمال والاوحال فقط من سيدي افني. ولا ام بي تقوم بمجهود اللي هو كبير في هذا الاساس. على داك الشيء ملي تكلمتوا على
على على المستقبل هادشي الترفيهي اللي غيكون داخل الميناء. اليوم راهم تيقوموا بداك الحاجز الواقي اللي تتعرفوا، وهذاك يكلف مباشرة بعد الإكمال ديالو المشروع اللي عندنا ديال الأماكن الترفيهية داخل الميناء. نحن جاهزين على أساس أننا نلونسيو فيها الصفقة، مازال ما تلونساتش، هي مرتبطة بنكملوا الحاجز الواقي اللي هو الآن نحن خدامين فيه واللي غادي يكمل في القريب العاجل إن شاء الله رب العالمين، ومباشرة عاد غادي نمروا لهذا الجزء الترفيهي داخل الميناء، واللي بالفعل في إطار التنمية المحلية سيعطي نفسا جديدا للحياة داخل الميناء، وما يبقاش فقط مركز على الجانب ديال الصيد. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير، الكلمه لكم في اطار التعقيب، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، بطبيعه الحال انا اتفهم تقاسمكم معي في نفس سميتو، ولكن السيد الوزير كنقول لك الميناء الان كيلعبوا فيه الناس الكره وسط الميناء، الرمله طلعات ولا التراب، الاموال او الاعتمادات اللي كتصرفوا على الدراكاج ديال المطار ديال الباخرات داخل الميناء. الحاله ديالو الان واعي ما اقول ومسؤول على كلامي، فيه تيران ديال الكره تلعبوا فيه الكره الا بغيتوا، هذا هو الحقيقه ديال الوضع ديال الميناء ديال سيدي فني الان. الاشكاليه انا كنقول لك تقدر تقول لي هاد الاطنان وعندك هاد الارقام، ما مستفده المدينه منها ولا المداخل ديالها اي شيء ولا المنطقه. اذا كان المراد من انشاء مرفق هو تنميه المجال اللي كيتواجد فيه، فالعكس سيدي افني ما مستفدش في هذا الشيء، وكنا كنعرفوا التوترات الاجتماعيه اللي كاينه في المنطقه وسببها هذا الميناء اللي ما متوفرينش فيه الظروف اللي الثروه ديالو يستافدوا منها ابناء المدينه ديال سيدي افني والمنطقه المجاوره لها. فبالتالي السيد الوزير الوضع يعني اكبر من هذا الشيء. انا قلت في الكلمه ديالي ان جهه قلميم هي الوحيدة من الجهات اللي ما استفدتش في المغرب، اللي ما استفدتش في الموانئ الكبرى. الآن الميناء ديال سيدي فني عقود من الزمن محسوب ميناء مع وقف التنفيذ. إذا كان الميناء في وقف التنفيذ فالمدينة والإقليم والمنطقة كلها في قاعة الانتظار. السيد الوزير المحترم يجب حل الإشكالية، يجب التعامل مع الإشكالية. اليوم السيد الوزير راه الشطر للشركة الآن وقفات سنوات، عطات الشركة وقفات بقيت تزيد حل هذه الصفقات، بقات طماطول جات هذه الشركة، باقي الشطر الثالث عاد غنتكلموا على الميناء الترفيهي اللي سيدنا عطاه الانطلاقة سنوات هذه. السيد الوزير المشكل كبير وكبير جدا، أتمنى أن يكون هذا ناقوس الخطر حتى لا نقع في شكراً. ما نريد شكرا سيد المستشار، الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب إذا أردتم. لا غير الموضوع، الموضوع مرتبط بجزء ديال البنية التحتية واللي تتحمل فيه الوزارة والوكالة الدور ديالها، وراها تقوم بما يلزم وفق إشكالات اللي هي مرتبطة بالجوانب اللي قلت لك ديال الحاجز الوقائي، واللي ماشي سهل، راها 25 مليون ديال الدرهم اللي كان ممكن تمشي دير بها داك الشيء الآخر اليوم متعطر. هذه ما كانش عندنا في البرمجه باش نكون معك واضح، واش دابا حنا اللي الرمل اللي تيجي ديال هذه واش حنا عندنا فيه شيء، ولكن ضروري اليوم خاصك دير داك 24 مليون 25 مليون درهم باش دير الجرف ديال الرمال وخاصه الاحواض اللي هي تما باش تشتغل، وهذا تيجعل انه المشاريع اللي مفروض عندنا في الميزانيه باش نقوموا بها بالفعل تم الديكالات، يعني انها اضطرينا اننا نحولوها الى حين ايجاد موارد. تدبير الملف ككل ماشي فقط الوزاره ولا مشروع التنموي ديال قلميم وديال الجهه، هذا جميع المتدخلين الاخرين من جماعات. شكرا سيد الوزير، وقطاع خاص الى اخره. نشكر سيد الوزير على مساهمته في هذه الجلسه.